ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام. طبعا كما تابعتم الآن عمليات إحراق وعمليات تجريف لهذه البساتين، لكن مع استمرار هذه الحرائق وهذه الممارسات يخرج رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للمرة الثانية على التوالي ليؤكد أن أسباب غالبية حرائق حقول القمح تعود إلى التماس الكهربائي وإلى ارتفاع درجات الحرارة، مشددا على أن الأعمال الجنائية في هذه المدن هي محدودة وينبغي عدم تهويلها. فنشاهد. إلى حد الآن هناك كلام عن الحريق، نعم أحيانا أكو حريق يحصل لأسباب جنائية، هذا صحيح، أو إرهابية، هذا صحيح، لكن هذه ليست هي الأساس. هناك حرق يحصل بسبب تماس كهربائي، هناك حرق يحصل يعني الزرع ناشف، مو كل حريق يصير هو بالحنطة والشعير، أحيانا يصير في أعشاب القاع الروت بالمطر وطلع بيها زرع ويبس الزرع، وتماس كهربائي، سيجارة، منازعة، انتقام، لكن أيضا أكو بعض الأعمال الإرهابية ومحدودة الحجم لا يبالغ. دائما المزارعين بعد فترة الحصاد يحرقون الأعشاب اليابسة، وهي تنفع التربة، يعني دخل عامل النيتروجين في التربة ودخل عوامل لتجديد التربة وتنفس التربة، هم أصلا يحرقون. بعض الناس يشوفون أكو حريق يعتبرون هذا حريق للمحصول، هذا ليس حريق المحصول. فإحصاءاتنا في الحريق دقيقة، هي أقل من العام الماضي، مسيطر عليه رغم أن المساحات ضعف العام الماضي، ضعف وأكثر، ضعف وفاصلة. فلا نبالغ في الأشياء، خلينا نخلي الأشياء في مكانها الصحيح. هذا تبرير رئيس وزراء.